السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل المتابعين ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. النهاردة هنبدأ مع بعض فيديو الإجابة اللي هو من تقريبا من يومين. أول سؤال، عاوز علقة 100 كيلو تكون بنسبة بروتين 18%، تتكون من نخالة وبازيليا وشعير وقمح. للأسف أنا مش هنكون لك علفة، تابع معايا في أسئلة تاني في نفس الفيديو ده. ناس عاملة علفتها بتسأل نسبة البروتين بيحسبوها صحيحة، بتسأل كده موزونة، انت تتعب نفسك. انا منزل اكتر من 5 فيديوهات على القناة عن العلف وازاي تختار البدائل وازاي تكون وازاي تحسب نسبة البروتين. لازم تتعب نفسك شوية وتحسب وتطلع، لان هي بتعتبر بالمحاولة والخطأ يعني، بس بتقرب في البداية يعني، بتختار ارقام على ضوء النسب اللي انا حددتها لك، يعني نسب النشويات بتكون قد ايه تقريبا في العلفه، نسب البروتين، نسب الالياف. انت بعد كده بتحط النسب تقريبيه، وبعد كده بتحسب نسبه البروتين، بتشوف نسبه البروتين منخفضه بتشوف مصدر البروتين وتزوده شويه وتخفض من المصدر التاني كده لغايه ما تحصل على نسبه البروتين اللي انت عاوزها. لكن ليك عليا ان انت تحسب العلفه، تحدد الكميات وتقول لي انا حسبتها طلعت كذا، هل النسبه دي صحيحه؟ هل العلفه كده مظبوطه؟ بس فانت تعب نفسك شوية واعمل العلفة بالنسب وانا ارجعها لك، مفيش مشكلة. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عادي اعطاء الخليط الحيوي توم مع اي دبس كان مثل دبس الرمان لونس الماعز مع العلم انها حامل تدخل شهرها الخامس؟ والله انا بالنسبة لي ما بديش الحاجات دي خالص نهائي نهائي، فقط لا غير علفة مظبوطة في الشهر الرابع والخامس بينزل جنين ما شاء الله ولبن تبارك الله. دي اهم شهرين في الحمل، والشهرين اللي بعدين منهم اول شهرين في الرضاعه، دول بتحتاج علفه موزونه بغض النظر دبس الرمان والعسل الاسود والحاجات دي عشان تتلاشى حدوث تسمم حمل في الشهرين الاخيرين من الحمل. ولكن طالما انت عامل علفه موزونه مفيش منه اي مشكله، طالما عامل علفه موزونه يبقى مش هتحتاج لا دبس رمان ولا تحتاج عسل اسود ولا حقن فيتامينات ولا كالسيوم ولا غيره. علفتك وعلى الاضافات الكالسيوم والفيتامينات والبريميكس دول الفيتامينات والاملاح، خلاص هي كده ان شاء الله هتكون صحتها تمام. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي معزة عشر في الشهر الرابع وعايز اكرمها جامد في الاكل، وهل المفروض اني اعطي لها الفيتامينات وايه الفيتامينات والمعادن اللي اعطيها للمعزة؟ وشكرا، لسه مجاوبين السؤال من شوية. علفة كويسة، بروتين كويس ما يقلش عن 15%، وافتح لها العلفة، واذا ما كنتش فتح لها العلفة تزود لها واحدة واحدة، يعني تحط لها العلف بالتدريج، ما تحطش العلف مرة واحدة عشان ما تتلكمش وممكن تموت منك. زود لها العلف، والعلف هتحط عليه البريميكس اللي هو الفيتامينات والاملاح، وهتحط عليه خميرة، وهتحط عليه كربونات الكالسيوم اللي هي بودرة البلاط كده، تبقى هي انت كارمها 100% بدون اي ابر بدون اي ادوية خاصة. لو هي ضعيفة وانت اتأخرت عليها هنا بتضطر تحقن كالسيوم مع كافوزيل ومالتي فيتامين. لو هي ضعيفة، انما لو هي كويسة استكفي بالعلف فقط لا غير. لو سمحت ممكن اعرف انواع التحصينات والفيتامينات عند تسمين الاغنام؟ انا ما بستخدمش اي تحصينات بالنسبة لي، وما بقولكش ما تستخدمش تحصينات. عاوز تعرف التحصينات اللي هي الحمى القلعية والتسمم الدموي والتسمم المعوي والطاعون والثمان أمراض، أقرب دكتور بيطري هيقول لك على أنواع التحصينات ومواعيدها. أنا عن نفسي ما بستخدمش، ما بقولكش ما تستخدمش. الفيتامينات برضك ما بستخدمش فيتامينات بصورة خاصة إلا في حالات المرضية الفردية فقط، لها حالة جالها إسهال شديد وجالها وزال شديد ضعف جديد فمحتاجة تقوية، بستخدم الحالة الفردية فقط لا غير. إنما كالقطيع بالكامل لا، الفيتامينات محطوطة على العلفة اللي هو البريميكس والخميرة وكربونات الكالسيوم اللي هو بودرة البلاط، دول محطوطين على العلفة، ما بحتاجش أي حقن لا فيتامينات ولا أملاح ولا غيره. اما الابره الوحيده اللي بتاخدها الغنم اول ما تدخل هي ابره الايفوماك والشربه بتاعت الديدان، يعني الاثنين للديدان، يعني الايفوماك السوبر عشان تتخلص من الديدان، والشربه الاثنين عشان التخلص من الطفيليات الداخليه والخارجيه، دول اللي بياخدوه فقط لا غير عشان تتخلص من الديدان. انا خاصيه الجديان عادي، انا مش عارف السؤال هو نفس السؤال.
عادي لو طهرته ببتادين ما فيش مشكله. لو في اي جرح، اي جرح دي خدها قاعده، اي جرح في الجسم في اي مكان طهره ببتادين او جنتيانا اللي هي المس الازرق ضروري عشان المكان ما يلتهبش. اي مكان جرح طهره بتدين او مس ازرق عشان ما الجرح ما يلتهبش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت اتكلمت عن مواصفات امهات التربيه، امهات التربيه والانتاج، هل في مقياس لتحديد متوسط اسعار الامهات؟ ولو حابب ادخل في التسمين. اول حاجه متوسط الاسعار مفيش مقياس للاسف غير السوق، مفيش مقياس في الامهات غير السوق فقط لا غير. في مقياس للتسمين، في مقياس للتسمين وممكن نعمل عنه فيديو، يعني ده من خلال خبرتي العملية بالنسبة للسوق المصري. المفروض سعر الخروف في التسمين الأنية اللي هو انت هتدخله تسمين مثلا من 20 لـ25 كيلو، من أوزان من 20 لـ25 كيلو، المفروض سعر، لو تشوف سعر اللحم، سعر الخروف اللحم ماشي كام مثلا، ماشي 60 الخروف اللحم، يبقى الخروف الأنية المفروض ما يزيدش، اللي هو من 20 لـ25، ما يزيدش عن 70 جنيه، المفروض ما يزيدش عن 70 جنيه. اكتر من 70 جنيه دخلت في طور الخسارة، الا لو ربنا اراد وجيت لما جيت تبيع الخروف زاد عن 60 جنيه، بقى بـ65 جنيه مثلا الكيلو، يبقى هنا موزونة. انما لو فضل مستقر مثلا على 60 وانت دخلت الخروف مثلا بـ75 ولا بـ80 جنيه الكيلو، ده يعتبر في طور الخسارة، او مش في طور الخسارة، مش هتخسر، انما يعني هيقل على حسابه المكسب، هيقل على حسابه المكسب. اما من ناحية الامهات، لا الامهات ملهاش مقياس غير هي عرض وطلب، السوق اللي بيحدد. ولو حابب ادخل في التسمين، هو ترتيب الافضلية للانواع بمصر من حيث قبول المستهلك. كل منطقة ليها قبول معين. في اسكندرية ومطروح مفضل البرقي، في البحيرة مفضل الرحماني والبلد عموما، في المنصورة مفضل الأسيمي، في كفر الشيخ مفضل الرحماني، يعني في القاهرة مفضل كل حاجة شغالة، كل حاجة لها زبونها في القاهرة، حتى الخرفان السوداني لها سوق هناك. فالأفضلية على حسب المنطقة اللي انت هتسوق فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيهما أفضل للحمدان، البروتين العالي ولا المنخفض بالنسبة للخلطة؟ أو احنا قلنا كل ما صغر الخروف كل ما محتاج بروتين عالي، وكل ما كبر البروتين بينقص. دورة تسمين سريعة، ممكن لو انت هتدخل أوزان 20 كيلو يبقى تبدأ مثلا بـ18% 19% وتنتهي بعد 3-4 شهور مثلا تنتهي على الـ16%، تنتهي على 16%، او تبدأها من البداية للنهاية بـ16-17%، مفيش مشكلة. او لو الاوزان اللي انت مدخلها اصغر من 20 كيلو مثلا 15، لا انت ممكن تحتاج بروتين 22-23، مش مشكلة. لو الاوزان صغيرة 13 كيلو 14 كيلو، وانا ما انصحش طبعا، انا مدخل قبل كده 11 كيلو ما شاء الله طلعت غنم وحوش ما شاء الله عليه، وكانت الاوزان 11 و12 و15 كيلو، بس ما انصحش اي حد بيها لانها محتاجة خبرة شوية، يعني اللي ما عندوش خبرة ما تصحش بالأوزان دي، فده بيبقى محتاج بروتين عالي عشان يعوضه عن نقص اللبن، لأنه كده مفطوم بدري. السؤال اللي بعده، فين سوق الحمام بالضبط ومتى يكون معاده؟ سوق الحمام عند المزلقان بتاع القطر، سوق الحمام عند مزلقان القطر، وهو يوم الجمعة. يوم الجمعة ده الأساسي الكبير، انما في ايام تانية بيجي يوم الاثنين وتقريبا والاربع، بس بيبقى سويقة يعني صغيرة، انما هو السوق الاساسي الكبير بيبقى يوم الجمعة عند مزلقان القطر. اي بديل الذرة، ايه بديل الذرة الصفرة للاغنام؟ بديل الذرة الصفرة في اللي هو الغلة اللي هي القمح، في الشعير، في العيش اللي هو الخبز، في كسر الرز، ولكن ما يتحطش بكميات كبيرة، كسر الرز النشويات بتاعته عالية شوية. دول يعتبروا الأساسيين يعني. في طبعا الرجيعة يعني بتتحط بنسبة برضك، ولو إن استخدام الرجيعة للبهايم الحلابة أكتر من الأغنام، ولكن قد يستخدم منها جزء في علف الأغنام، جزء ما تستخدمش بكميات كبيرة يعني 10-15-20%، دي كلها بديل الذرة. في الحمص،
وإن كان فيه مصدر بروتين يعني، وبرضك غني بالنشويات، الحمص بتاع الطبيخ، فيه عناصر كتير يعني. يعتبر الخمس عناصر دول الأساسيين اللي حوالينا المتوفرين يعني، دول يعتبر الأساسيين اللي هم بديل الذرة. عندي كبش عمره 6 سنوات يعاني من سرعة تنفس، أعطيته تيلوزين وخفض حرارة شفي ورجعت نفس الوضع بعد شهر، العلمي بياكل كويس. لو الخروف مثلا سمين أو الصوف عليه كبيرة وبتعلف علف تقيل، ممكن يكون الخروف بينهج من العلف. أنا عندي في عز الشتاء، في عز الشتاء في شهر واحد لما بفتح العلف جامد، الغنم بتنهج في عز السقعة. في عز البرد الغنم بتنهج، بس بتنهج من تقل العلف، إنما وتعرق كمان. إنما لو العلف خفيف مراعي مفيش نهجان من المراعي، إذا كان في نهجان يبقى في التهاب رئوي. إذا كنت اديت تيالوزين وخف ورجع بعد شهر، فالتيالوزين هيجيب معاك نتيجة، بس ممكن تزود الجرعة اللي انت اخدتها اللي انت اديتها المرة اللي فاتت. شوف انت اديته قد ايه وزود الجرعة شوية. انا عن نفسي بحقن التيالوزين سنتي لكل 10 كيلو، سنتي لكل 10 كيلو مرة واحدة بس. ما بستخدمش التيالوزين غير في الكحة الجافة، الكحة الجافة فقط لا غير اللي بستخدم. اما نهجان لا، بستخدم فلور فينيكول. الفلور فينيكول في النهجان افضل من التيلوزين. 1 سنتي لكل 10 كيلو تحت الجلد مرة واحدة برضك، وممكن يتعاد بعد يومين لو النهجان لسه موجود. فلو كده لو عندك فلور فينيكول احقنه فلور فينيكول. وخافض الحرارة ده لو في حرارة اديله، مفيش حرارة مفيش مشكلة. عايزك تعمل دراسة جدوى اقتصادية الأسعار الحالية لتسمين 30 خروف برقي في مصر. والله حاضر إن شاء الله، أجمع لكم المعلومات وإن شاء الله هنعمل دراسة جدوى. بس مش قصة بقى كل واحد 20 خروف واحد 10 خرفين واحد 50 خروف، لا، أنا هعمل دراسة جدوى مثلا ل 20 خروف نسبة وتناسب. بعد كده نسبة وتناسب، شوف ال 20 خروف قد إيه، ال 30 خروف شوف مكسب ال 20 خروف قد إيه، مكسب ال 30 خروف يبقى قد إيه مرة ونص، مكسب ال 20 خروف شوفهم قد ايه، قسمهم على 2 يطلع لك مكسب 10 خرفان. بعد كده ضرب، انت هتسمن 20 خروف 30 خروف 50 خروف 60 خروف، اضربهم في 5 في 6 في 7 على حسب عدد العشرات اللي انت تستخدمها. في اسئله عندي سلاله الانتاج يتراوح وزنه 4 شهور من 35 ل 45 كيلو، ما هو افضل وزن وافضل عمر للبيع؟ انا مش فاهم انت، تبارك الله، الله اكبر الله اكبر، يعني ما شاء الله سلالتك ممتازه، 4 شهور 35 و 45 كيلو فوق الممتاز. بس انا مش فاهم سؤالك، ما هو افضل وزن وافضل عمر للبيع؟ انا ما اعرفش مكانك فين الاول، بس عموما افضل، مش هنتكلم بقى على افضل عمر، بنتكلم على افضل وزن، احنا ما بنتكلموش على العمر هنا، المهم الوزن. المهم بس هو المهم يكون لباني، يكون أصغر من سنة، ده بالنسبة في مصر، أنا مش عارف مكانك فين. تاني شيء على حسب النوع، بالنسبة للبرق عندنا 50 ل 60 كيلو، 50 ل 60 كيلو بالنسبة لغنم البرق عندنا. الفلاحي بيوصل لمية كيلو 90 كيلو، ما فيش مشكلة، اللي هو شامر الرحماني والأسيمي والبلدي ما فيش مشكلة بيوصل لمية كيلو. بس المهم المكان اللي انت هتبيع فيه، الزبون بتاعك طالب ايه، بيطلب اوزان تقيله ولا بيطلب اوزان خفيفه؟ ما كل واحد ليه زبون، عارف الزبون بتاعه بيطلب ايه. في زبون على قده عاوز حاجه صغيره 45 كيلو 50 كيلو 55 كيلو، في زبون لا والله انا عاوز حاجات كبيره، عاوز خروف 100 كيلو عاوز خروف 120 كيلو هات. فعلى حسب الزبون بتاعك المكان اللي هتبيع فيه من ناحيه الوزن. علاج البعوض زراعه شجره النيم والاشجار العطريه تبعد البعوض من المكان، وهذا من تجربة شخصية. تمام، والله أنا ما عنديش العلم، بس كويس إن أنت كنت، كان في واحد سائل عليها، أنا عارف إن أنت بتجاوب على السؤال، قلت ما فيش طريقة، أنا طالما هي مفتوحة ما فيش مشكلة. إذا كنت مجرب وعارف اللي سأل السؤال، إن شاء الله يكون أرى التعليق بتاعك، وإن شاء الله يكون عارف الشجرة دي ويجربها. السؤال اللي بعده، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت سألتك قبل كده عن عدم نزول الضرع في الغنم قبل كده في الفيديو اللي فات، فأنا حبيت أوضح لك اللي بعمله. الأيفوماك والتجريع قبل العشر فقط،
تمام، مفيش أي أدوية بعد العشر نهائي إلا للضرورة. العلف بحط حتة فول ذرة صفرة وردة، ممتاز، وقشر فول وإضافات الأعلاف. العلف الصبح وبالليل وطول اليوم برسيم أو قشر بصل، تمام. الغنم مش أول ولد، دي ولدت كذا مرة وكانت ضرع قبل كده 100%. الموضوع حصل مرتين عندي وعندي جاري كذا مرة، مش عارف السبب، والغنم شامي وزرايبي وبلدي، ايه السبب؟ يا ريت نشوف حل، لان الموضوع حصل كذا مرة وسألت كتير محدش عارف حل. وبديها كالسيوم وبرش حلبة على العلف وبحط عسل على المية ولا اي حاجة بتعمل حاجة. والله يعني كلامك كله مظبوط وسليم 100% وكل حاجة تمام التمام، لكن ايه السبب؟ ما فيش حاجة واضحة، يعني كل امورك تمام، حاطط علف مظبوط وحاطط الصبح والليل علف واضافات وبرسيم ومية في المية، وما بتحقنش في المجر فترة العشر فقط، قبل العشر فقط لا غير، فترة الحول ما بتحقنش، كله تمام. طب ايه المشكلة حاليا؟ يعني كلامك كله ما فيش، ما يدلش على انه في مشكلة، الا اذا كانت المشكلة وراثية، الا اذا كانت المشكلة وراثية، يعني ليه علاقة بالوراثة. بس انت بتقول ليه كانت والدة قبل كده وكان ضرعها كويس، يعني مش هنقوله اول بطن، ما لو اول بطن نقوله هي هنا المشكلة، ولكن انت بتقول لي كانت قبل كده تمام. فوالله للأسف ما عنديش علم غير انك فقط لا غير، بس ممكن الاضافات لو بتحطها بزيادة، خفض الاضافات شوية، ممكن كتر اضافة معينة، ما اعرفش، ما اقدرش اقول لك معينة اضافة ايه، بس يعني العلفتك تمام، بس ممكن تنقص، يعني مش تنقص الاضافات، لو انت بتحط اضافات بكميات حاول تتقيد، يعني مثلا البريميكس 3 كيلو على الطن، كيس بريميكس 3 كيلو على طن علف، يعني 300 جرام على 100 كيلو. الخميرة معاك براحتك، لو عاوز تحط كيلو على 100 كيلو مفيش مشكلة، 10 كيلو على الطن يعني كيلو على 100 كيلو برضك 100 مفيش مشكلة. بودرة البلاط استكفي ب 5 كيلو على الطن، يعني نص كيلو بودرة بلاط لكل 100 كيلو، لو هي عشر ممكن كيلو لربع عادي، لو وصلت لكيلو على ال 100 كيلو ما تزودش عن كيلو على ال 100 كيلو بالنسبة لبودرة البلاط. مش عارف بس كنت بتحط اضافات تانية، انا مش عارف. اما حكاية ماشي، ما الحلبة مش وحشة والعسل مش وحش، بس انا الحاجات دي بدون اي اضافات، بدون اي حاجات تانية، بدون عسل، بدون حلبة، بدون اي حاجة تاني، بتجيب نتيجة ممتازة. الغنم بتولد ما شاء الله خلفة ممتازة وبتنزل لبن، الله اكبر. يعني كانت عندي قطع ميز من زمان، لو متابعني على القناة من زمان كان في مجموعة ميز عندي حوالي 20 معزة تقريبا، ما شاء الله ما فيش واحدة ولدت وما فيهاش لبن، الا واحدة بس المعزة اللي انا عملت عنها فيديو الولادة، لو تلاحظ ضعيفة ازاي، لان هي جت عندي ما قعدتش 15 يوم ولدت، جت ما قعدتش حاجة وراحت ولدت، فما لحقتش تعمل حاجة، فما نزلت، نزلت لبن ما شاء الله، كانت جايبة توأم ما شاء الله عليهم، بس لبنها يعني ما كانش كمية، ما كانش كتير، لان هي كان عند صاحبها، كانت عند صاحبها ما كانش بيعلفها كويس، وزي ما تشوف لو ارجع لفيديو ولادة المعز هتشوف المعز ضعيفة شوية، ولو ضرتها باين حتى مش كبيرة، بس بعد كده ما شاء الله جابت لبن يعني مع الوقت. فللأسف والله مشكلتك انا مش ظهر لي اي حاجة، ما عنديش العلم بيها غير اللي قلت لك عليه، ممكن تحدد الاضافات بتاعتك، راجع كمية الإضافات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إبرة الهياج ليها ضرر ولا عادي؟ وديها للنعج إمتى؟ وديها لتحت الجلد ولا عضل؟ إبرة الهياج اللي هي إبرة الشياع، إبرة اللي هي تصرف يعني النعجة أو المعزة، فيها ضرر طبعا لو كانت النعجة أو المعزة عشر، لو النعجة أو المعزة كانت عشر وإنت اديت لها الإبرة هتسقط، هتطرح على طول، هتنزل اللي في بطنها. لو انت اديت لها ابرة الهياج، ابرة الشياع لو اديتها لها وهي عشر هتطرح، يعني لازم قبل ما تديها لها تتأكد 100% انها فاضية، دي رقم واحد. اديها للنعجة امتى؟ وقت ما انت حابب ان النعجة عاوزة تعشر، وقت ما النعجة انت حاببها، او النعجة وقت ما تحابب النعجة تعشر، بس عموما ماشي. انا مش عارف مكانك فين برضك، ولكن النعجة يعني نقول لك النعجة عندنا هنا في مصر ما بتحتاجش إبر، ده هي بتحتاج إبر الماعز، بعض معز السلالات زي القبرصي زي الحجازي زي
المعز السلالات يعني اللي هي مش مناخنا هنا هوت لانها بتعشرش على طول، اما المعز بتاعتنا البرقي والبلدي والزرايبي لا بيعشر مرتين في السنه، والنعاج البرقي نفس النظام، والبلدي والرحماني والوسيمي بتعشر على طول مش محتاجه ابر اصلا. ولكن امتى ده؟ وقت ما انت حابب النعاجه تعشر، لو النعاجه ما صرفتش عضل ولا تحت الجلد على ما اذكر عضل، هي مش هتفرق كتير يعني برضك يعني، بس على ما اذكر انها عضل مش هتفرق، انت تحت الجلد او عضل مش هتفرق على فكره، الهرمونات يعني مش هتضر، بس انا على ما اذكر انها عضل تقريبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لو سمحت لدي غنمه ولدت من 4 ايام وتعبت شويه، الان صحتها كويسه بس ما فيش اقبال على الاكل. ولدت من 4 ايام تعبت شويه وصحتها كويسه بس مفيش اقبال على الاكل، دي بتبقى فتره نقاهه. لو هي صحتها كويسه رجعت، وهي عموما علامه يعني انها خفت، يعني انت شايف الاعراض ايه كانت فيها وبعد كده خفت، ما هي خفت علامه انها خفت، المفروض انها تخش تاكل لو المرض مش ظاهر عليها. يعني انت كانت علامه المرض عندك انها كانت قطع اكل، يبقى خفت ازاي وما بتاكلش؟ انا مش عارف. مثلا في الجدري، مرض الجدري بيجي معروفة شكله، حبوب في البطن وفي الوش وفي الجسم، بيخف، دي معنى يعني كلمة خف معنى كده ان الحبوب دي اختفت، الحبوب الظاهرية بتاعت المرض اختفت نشفت، ولكن ما فيش اقبالية على الاكل. اقول لك دي فترة نقاهة، لسه فترة بياخد الخروف عشان يرجع، زي المرض التانية الحمى القلاعية نفس النظام، يبقى فيه التهابات في الفم بالكامل وفي الحوافر، ايه علامة انه خف؟ الالتهابات خفت نشفت والحبوب وقعت خلاص نشفت، بس لسه ما فيش اقبال على الاكل، بياخد فترة نقاهة لسه، واحدة واحدة بيطلع بالراحة، بيبدأ ياكل واحدة واحدة. اما انت بتقول المعزة كانت تعبانة وخفت بس ما بتاكلش، ما هي علامات التعب بعد الولادة ممكن يكون عندها نزيف، ممكن يكون عندها ورم في الرحم، ممكن عندها نزيف مناعها من الاكل، تعبانه في مشكله في الرحم بعد الولاده، كانت عاوزه مضاد حيوي مثلا بنسلين 3 4 ايام عشان لو في نزيف او في التهابات في الرحم تخف. فهي انا مش عارف ازاي انت عرفت انها خفت بس ما بتاكلش. المهم طالما ما بتاكلش وبعد الولاده يبقى اكيد لسه فيها تعب، اكيد لسه فيها تعب، يعني ممكن تكون محتاجة بنسلين، اديها بنسلين 3 ايام او 4 ايام ورا بعض. لما حضرتك انا هبدأ اخزن الدريس من شهر 4، بس انا معرفش اخزنه ازاي. لا الدريس ما فيش اسهل من تخزينه، ما هواش زي الذرة ولا زي الحبوب عموما، لا لا بيسوس، بس طالما انت مخزنه ناشف تمام، البلة ناشفة برا وجوه، تتأكد ان البلة ما فيهاش رطوبة، عشان لو فيها رطوبة من قلب البلة هيعفن، تتاكد انها ناشفه بره وجوه مفيش مشكله، خزنها من 2 3 سنين مفيش، لا بيسوس ولا بيعفن طالما مخزنه ناشف وبعيد عن الرطوبه، بعيد عن الشمس وبعيد عن الرطوبه، بس مكان يكون بعيد عن الشمس وبعيد عن الرطوبه، بعيد عن الشمس المباشره وما يكونش فيه رطوبه. الزيت المالي فيه السمك هل ينفع لعلاج الجرب؟ والله احنا بنستخدمه الزيت المحروق، زيت العربيات، بس زيت السمك جربه، ده هو دهان موضوع يعني مش هيعمل حاجة، خف بس لازم قبل ما تدي تقشر القشر بالكامل لغاية ما تنزل دم، ودهن، خف وطلع مكانه شعر بيجيب نتيجة مفيش مشكلة، ما خفش يبقى ما بيجيبش نتيجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا أحبك في الله، أحبك الله يا أخ عمار، يا ريت تخبرنا نديك بأبو شو، ما عرفت اسمك والله، ادعو لنا دعواتك ربنا، والله لسه ما قردش والله بالخلفة، أنا متجوز لي 10 سنين بس الحمد لله على كل حال، أنا أخوك عبد الرحمن إن شاء الله، بس دعواتكم معانا ربنا يرزقنا بالذرية الصالحة إن شاء الله. سؤال اليوم، عند البدء بعملية مشروع التسمين كم نأخذ بعين الاعتبار معدل النفوق الموت الشهري للخروف؟ نسبة النفوق المفروض يعني بتكون نسبة بسيطة جدا في الأغنام، إلا لا قدر الله سوء إدارة أو حصلت غلطة مشكلة، بمعنى مثلا يعني كان عندي جاري هنا كان جايب 20 حلية 20 نتاية،
الحلية اللي هي تعتبر ناس تقول عليها ربعية، اللي هي النعجة الصغيرة لسه ما عشرتش. كان جايب 20 حلية، وأول ما جم ما كانش معاه علف غير العيش الخبز، حط لهم خبز ومشي. وجين كان معايا رايح مشوار، الجيران اتصلت عليه لأن المكان مفتوح والجيران بيوت عالية جنبيه شايفين يعني الغنم، اتصلوا عليه تعالى الحق الغنم بتاعتك بتموت. رحت انا وهو لقينا 6 ميتين، 6 ميتين يعني الغنم لسه جايبها النهارده، حط لها العلف ومشي. ساعتين زمن جينا او 3 ساعات، الغنم كانت الخبزه وشربت ميه ماتت، كانت كميات كبيره من العيش وهي غنم مش متعوده على العلف. المهم مات 7، مات 6، ولحقت له 3 ذبحتهم بالسكين كانوا لسه بيطلعوا في الروح. لحقت له 3، لحقت له 3 ذبحتهم وستة ماتوا. فيعني ده سوء إدارة، الغنم مفروض تتدرج واحدة واحدة. أكبر مشكلة في الغنم، أكبر يعني أكبر وقت خطر في الغنم هو فترة الاستبال أول شهر، وهو أكتر وقت صعب بيحتاج فيه شغل. بعد كده أكله مية أكله مية أكله مية فقط لا غير، فيش أي حاجة. اول شهر اللي بيكون فيه الابر الايفوماك، وبيكون فيه التدريج في العلف، وبيكون فيه تخلي بالك اذا كان في اي غنم جاي فيها اي مرض برد ارتبري قوي رشح اي حاجه، بتعالجه كله في اول شهر. بعد كده تبقى الامور ماشيه معاك ان شاء الله تمام التمام سهل. فنسبه الوفيات في الاعداد القليله يعني ان شاء الله باذن الله كله بعد امر ربنا بتكون معدومه، ولكن في الاعداد الكبيره مثلا 100 راس ممكن تحسبها 1-2% 3%، يعني من 100 راس ممكن يموت تحسب 3، يعني 3% ممكن 3%، مفروض ما تتجاوزش 5%، المفروض لا تتجاوز 5% نسبة النفوق. أنا كنت عامل دراسة جدوى، وكنت عامل خصار نسبة دراسة جدوى 20 خروف على الفيس، والناس طبعا كتير طلبة دراسة جدوى على القناة، إن شاء الله هنعمل واحدة قريب. وكنت حاطط نسبة النفوق 20 خروف، حاطط حوالي 1000 جنيه. 1000 جنيه طبعا مش جايبه خروف، الخروف كان متوسط سعر بيعه كان عامل 3000 جنيه، 3000 جنيه. فانا كنت عامل 1000 جنيه خسارة، فطبعا دي مش جايبه 8 خروف، بس هي خسائر بتتحسب العدد الصغير اصلا، يعني باذن الله مفيش حاجة منه بتموت. ولكن هنفترض ان خروف مات وهو صغير، فلا كانت الخساره 1500 جنيه، تجارت 1500 جنيه، لان كنت عامل سعر الخروف سعر الشراء تقريبا 1500 جنيه، فعامل حساب ان في خروف مات من وسط العشرين، من وسط العشرين يعني يعتبر 5%. بس عموما ان شاء الله باذن الله في العدد الصغير ما بيحصلش وفيات، ولكن ان حصل في الدراسه حط 5%، حط 5% وفيات. يعني مثلا لو اشتريت 100 خروف بعمر 3 شهور ودورتي للتسمين شهرين، فكم راس تتوقع يموت خلال الشهرين من 100 راس؟ حط في حدود 5%، زي ما قلت لك 5% كدراسة. وهل دورة شهرين تسمين في مثالي جيدة؟ شهرين رجعة لشراء الغنم، يعني لو اشتريت الغنم سعرها كويس مفيش اي مشكلة، كل ما اشتريت الغنم سعرها رخيص عادي. لو هتسمن شهر واحد فقط لغير وتبيع، لو هتسمن 30 يوم بس راجع لسعر الغنم، وكل ما اشتريت الغنم غالية هتلاقي نفسك غصب عنك بتطول فترة التسمين 4 شهور 5 شهور عشان تعوض السعر الغالي اللي انت شاري بيه. فشهرين او 3 شهور كويس ولا لا متوقف على السعر اللي انت اشتريت بيه الغنم. اشتريتها رخيصة ممكن تعلف شهر واحد 30 يوم بس وتبيع وتكسب، لا والله اشتريتها غالية غصب عنك هتلاقي نفسك بتطول، لان هتلاقي نفسك كل ما تيجي تبيع ارباح بسيطة او في البداية مش لاقي ارباح، فبتسمن بتطول التسمين عشان تحصل على ارباح تزود الدورة شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت دلوقتي موسم البطاطس وهي رخيصة، هل ينفع استخدم البطاطس في اكل امهات الغنم؟ ولو تسمين ما هي طريقة الاستخدام؟ رحمة الله والشكر. البطاطس معدة تستخدم يعتبر للبطاطس اللي هي بتاعت القلي،
لان طبعا في ناس بلدان عربيه بيقولوا البطاطس بطاطا والبطاطا بطاطس، يعني او في ناس تقول عليها بطاطا برضك، الاثنين بطاطا بس بطاطا وبطاطا حلوه. في ليبيا بتقالش بطاطس، بتقال بطاطا اللي هي البطاطس، والتانيه بطاطا حلوه. المهم البطاطس بالنسبه لل استخدامها يعني بكميات في المواشي في الابقار، معدة الأبقار بتستحمل البطاطس، البطاطس تعتبر فيها مادة زيادتها بتسبب إسهال، وهي نية طبعا، وهي نية في مادة تعتبر سامة زيادتها بتعمل إسهال للغنم. المواشي بتستحملها زي السلاج نفس النظام، في فطريات بتاع معدة الأغنام بهاي بتستحمله عن معدة معدة الأبقار أقوى من معدة الأغنام. ولكن إذا استخدمته لو ما تستخدمه فيش مشكلة للنعاج، بس بكميات بسيطة ما تحطوش كتير، يعني ما تديش ما تأكلش منه كتير عشان ما يعملكش إسهالات، وإذا حصلت لك إسهالات مباشرة وقف البطاطس. وغنم التسمين نفس النظام أجزاء، إحنا طبعا بنخاف على العلف إن يجي إن الخروف يجي له إسهال فالعلف ينزل في الزبالة، يبقى علفك راح في الزبالة ما استفادش منه الجسم. فلو هتأكل أكل بكميات معقولة مش بكميات كبيرة، سواء التسمين سواء أمهات. أما البطاطا لا، أكل منها عادي كويسة، بس برضك في الأمهات أكل عادي زي ما تأكل، بس في التسمين بعد العلف، بعد وجبة العلف أكل لغاية ما يشبع منها مفيش مشكلة، طالما مفيش أي إسهالات مفيش أي مشكلة. الحلبة حب ولا مستنبتة لزيادة اللبن؟ والله زيادة اللبن عشان ما ندخلوش في الحلبة والعسل الأسود و ودبس الرمان ونخش في حاجات ياما كتير مصاريف. انا علفة موزونة خلاص على كده، علفة كويسة وعلى الاضافات بتاعتها البريميكس والخميرة والكربونات الكالسيوم، هي كده ان شاء الله بتزود اللبن، مش محتاجة الحاجات دي كلها، مش هتزود اللبن. العلف يا جماعة محدش يستنظر، ما هياش بالونة بتنفخها، متفكرش انك اول ما تحط اللبن العلفة تاني يوم هتجيب لبن، لا، لو المعزة ضعيفة ما فيهاش لبن بتاخد حوالي اسبوع 10 ايام على الاقل عشان يبدأ تلاحظ زيادة في اللبن، مش من يوم وليلة. كذلك النقصان ما بتنقصش من يوم وليلة، يعني انت لو مهتم بالتغذية كويس ورحت موقف التغذية مرة واحدة مش تاني يوم مباشرة مش هتجيب لبن، لا، بتفضل تجيب لغاية ما جسمها يضعف، مفيش فيها امكانية تجيب لبن اكتر من كده، يبدأ اللبن ينزل اسبوع 10 ايام ويبدأ ينزل. فالزيادة والنقصان بالتدريج، ما بيطلعش مرة تنزل مرة واحدة. فالواحد يبقى مستعجل مدي العلفة وعاوز يزود يدي حلبة ويدي عسل اسود ويدي مش عارف ايه وابصري لا، العلفة كويسة وبتاكل كميتها المظبوطة هي هتزيد اللبن واحدة واحدة بس. فأنا الحلبة ما بستخدمهاش أصلا، لا حب ولا مستنبتة، ولكن الحلبة حب. الفرق بين المستنبتة والحب، المستنبتة تعتبر سهلة الهضم، أدي الفرق بين الحلبة المستنبتة والحلبة الحصى، سهلة الهضم اللي هي الحلبة المستنبتة سهلة الهضم، بتتحول لسكريات والنشويات اللي فيها والبروتين بيتحول بصورة لصورة سهلة الهضم. لو سمعت عندي خروف صغير مش صغير قوي في فترة الرضاعة، الرضعة تمام، ما قدرش يقف على رجله، كل ما يقف على رجله يقع، الحل ايه؟ انا مش فاهم، لو هو مش راضع كويس ده ممكن عنده نقص كالسيوم، ده ممكن يكون عنده نقص كالسيوم هو، بس انا مش كاتب عمره قد ايه. لو هو لسه نازل لسه مولود عمر يوم ولا اتنين مش عارف يقف، ده بيبقى نقص كالسيوم في جسمه بيجيبه بالرضاعة، رضعه السرسوب كويس، امسكه على ايدك وخليه يرضع من امه ان شاء الله يوم يومين بدون اي ادوية، بس اتعرضه للشمس الصبحية شوية بس كمان عشان تقوي عظم، يومين بالكتير ثلاثة بيرجع طبيعي بدون اي ادوية. اما لو انت بتتكلم كبير وعمر شهر ولا شهرين، فممكن يكون الخروف جاله هزال شديد، انا مش عارف ضعيف ولا مش ضعيف، لو هو ضعيف يبقى عنده هزال شديد، عنده نقص كالسيوم، محتاج كالسيوم، ممكن تجيب له في حاجه اسمها ديكال 12 بشري، علبه شرب كده دواء شرب، ودي له كل يوم 10 سنتي في البق، شربه في بقه 10 سنتي كل يوم لغايه ما تخلص العبوه، العبوه تاخد معاه اسبوع 10 ايام، هو المفروض في خلال 3 4 ايام يقف ويمشي كويس لو عنده نقص كالسيوم. جرب الكال اللي هو الديكال ورد عليا شوف بعد 3 4 ايام مشي كويس ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عندي خروف عمره 3 شهور و20 يوم وانا ما اعطيه اي حقن، فبما تنصحني؟ بارك الله فيك. والله الخروف طالما بيحول كويس وشغال كويس ما فيش اي مشكله، فيما عدا عنده 3 شهور و20 يوم، عدا دخل في 4 شهور ممكن تديله شربه للديدان،
فقط لغير. بس هو بما انه خروف واحد يا جماعة الابر انا ضد ان نستخدم اي ادوية بكثرة. انا لو هي خروف واحد ومتابعه وشايف معدل تحويله حلو ما بدلوش اي حاجة، مش عاوز اديله اي شيء. انما مجموعة خرفان صعبة تابعها، مثلا 20 خروف 30 خروف صعبة تابعهم كلهم، مصعبة هيبان الضعيف وسطهم بسهولة. فبرجرع الديدان كلها ضد الديدان عشان اتأكد ان الديدان نزلت وان العلف بتاعي رايح في اللحمة مش رايح في الزبالة. بس انما هو خروف واحد قدامي، لا، طالما الخروف معاك معدل تحويله المعدل نموه حلو ما تدروش اي ابر، مش محتاج اي حاجة طالما انت شايفه معدل التحويل بتاعه كويس. لو شفت معدل التحويل مش مظبوط تبدأ تديله ابرة ايفوماك او تديله الشربة بتاعت الديدان. الايفوماك والشربة الاثنين للديدان يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت حضرتك اي حد بيتكلم على العلف يقول كسب الفول الصويا. طيب لو انا هستخدم الفول الصويا نفسه لان عندنا رخيص واحنا بنزرعه، ولا هو في مشكله في استخدام الفول الصويا؟ مع العلم اني بطحنه واحطه على الخلطه وشكرا. بالنسبه للغنم ما فيش، هي في دراسه قريتها زمان عن فول الصويا في ماده مثبطه للنمو، ماده بتاثر على النمو، بس الدراسه دي كانت على الدواجن ما كانتش على الاغنام. الدراسه كانت على الدواجن ما كانتش على الاغنام. وعندي واحد صديقي في الواحات بيستخدم فول الصويا الحب والنتيجه معاه ممتازه ممتازه ممتازه. ام الغنم ما حصلهاش اي حاجه. لسه العيد اللي فات ده مسمن 20 خروف عليها ما شاء الله الله اكبر، الغنم 100% طلعت معاه ممتازه. يعني قعدت في التجربه العمليه استخدم فول الصويا ما فيش منه اي مشكله ان شاء الله مع الغنم. بس طبعا في المعتاد هو بصدفه متوفر عندك رخيص عشان انت بتزرعه، انما في المعتاد فول الصويا الحب اغلى من كسب الصويا. فول الصويا الحب اغلى من كسب الصويا لان زيت الصويا غالي وهو بيستخلصوا منه ماده غاليه. فول الصويا بيستخلصوا منه ماده غاليه اللي هو زيت الصويا، المتبقي اللي هو التفل اللي هو التفل اللي هو كسب الصويا سعره بيكون ارخص من سعر فول الصويا الحب. بس طالما متوفر عندك رخيص استخدمه ان شاء الله مفيش اي مشكله. السؤال اللي بعده، معلش حضرتك بتقول ان البروتين في الرده 15 وفي القمح 12، ازاي البروتين اعلى في الرده مع انها مستخلصه من القمح والمفروض يكون عكس؟ يا ريت توضح لنا النقطه دي وجزاك الله خيرا. هوضحها لك بمثال الصويا، اوضحها لك بمثال الصويا لان ما تحضرنيش نسبه البروتين في الدقيق اللي هو الطحين الابيض. الدقيق الابيض ما هو القمح بعد ما نستخلص منه النخاله بيتبقى الدقيق الابيض، والدقيق الابيض نسبه بروتينه المفروض لا تتجاوز 10%. نسبه بروتين في الدقيق الابيض منزوع النخاله دي ابيض نمره واحد، مش دي الابيض اللي هو بالنخاله اللي هو زي دي عندنا البلدي، لا دي ابيض اللي هو بتاع العيش الفينو بتاع الحلواني، المفروض نسبه البروتين فيه ما تتجاوزش 10% في الدقيق ده. يصبح طبعا هوضح لك اكتر على الصويا لان مثالها اوضح، المثال في فول الصويا هيوضح لك اكتر. فول الصويا الحب نسبه البروتين فيه 30% 35% تقريبا. نسبه البروتين في فول الصويا 35%. نسبه البروتين في كسب الصويا كام؟ 44. ليه نسبه الفول نسبه البروتين في كسب الصويا ارتفعت عن فول الصويا؟ ايه اللي احنا شلناه من فول الصويا؟ اول شيء فول الصويا حبات فول الصويا فيها حوالي 20-25% منها زيت صويا. طيب احنا عندنا مثلا كيلو فول صويا استخلصت منه سحبت منه زيت الصويا، سحبت منه ربع كيلو زيت صويا. زيت الصويا ده فيه نسبة بروتين كام؟ نسبة البروتين في الزيوت صفر. صفر. الزيت لا يحتوي على بروتين، زيت الصويا نسبة البروتين فيه صفر. ده بالنسبة للزيوت عموما، هي عموما يعني زيت البروتين فيها صفر. تصبح لأن هي مصدر غني جدا بالطاقة فقط لا غير. تصبح شلنا من الكيلو شلنا ربع كيلو من الوزن، هو كيلو شلنا منه يعني كان الأول كيلو فيه 35 جرام فيه 350 جرام بروتين. الكيلو ده شلنا منه ربع كيلو بدون ما نشيل اي بروتين،
شلنا ربع كيلو زيت، ربع كيلو زيت خالي من البروتين، اصبحت نسبه البروتين زي ما هي في الكيلو لربع، الكميه المتبقيه اللي هو في كوسب الصويا كيلو لربع. لما تيجي تحسب 350 جرام على الكيلو لربع، لان هو 350 جرام البروتين موجودين زي ما هم، بس الوزن الكلي نقص، الوزن الكلي نقص. لما تيجي تحسب 350 جرام على كيلو لربع يطلع لك نسبه البروتين، وبص ممكن نحسبها دلوقتي مع بعضينا ايه، يعني 350 على 750 بالظبط اشوف يعني يساوي 46، اللي هي في 100% يطلع لك 46%، 46%. ودي زي ما ده بأكد لك المعلومة، يعني هو معانا كيلو صويا، كيلو صويا، كيلو صويا حب، فول صويا حب، في نسبة البروتين فيه 35%، 35% الكيلو. أخدنا من الكيلو ربع كيلو، أخدنا من الكيلو ربع كيلو زيت ما فيهوش بروتين، يعني 350 جرام موجودين زي ما هم، بس الكمية نقصت، بدل ما هي كيلو أصبحت كيلو ربع، فأصبح 350 جرام 350 جرام بروتين على الوزن الكلي، الوزن الكلي أصبح 750 جرام، بتساوي اضربها في 100 يديك 46%. طبعا انا قلت لك في من 20 ل 25% زيت، احنا حسبناها على 25، فدي لك مطلع لك 46 نسبه بروتين في كوسب الصويا من 44 ل 48، دي نسبه بروتين في كوسب الصويا. دي كده ان شاء الله تكون وصلتك المعلومه. قيس عليها كذلك القمح، القمح نسبه البروتين متمركزه في نسبه البروتين متمركزه في النخاله، في الايه، في النخاله، في الرضه، لا النخاله، ما الرضه لا النخاله، نسبه البروتين متمركزه في النخاله، فطبيعي القمح 12% شلت منه مصدر البروتين، مصدر البروتين في يعني مش كله طبعا، متمركز البروتين اكتر في ايه، في الرضه، فلما شلت الرضه فيها نسبه بروتين 15%، اصبح طبيعي الجزء المتبقي اللي هو الدقيق لازم البروتين ينزل على 12، هتلاقي في حدود 10% مثلا، يعني اللي هو الدقيق الابيض في نسبه بروتين حوالي 10%. عندي خروف شعره من ورا ضعيف كده، امسكه الاقيه طلع في ايدي، انا اعطيته ايفوماك من 3 ايام ولسه برضو بيقع سقوط. في فيديو على القناه اسمه سبب سقوط الشعر والصوف في الاغنام، ارجع له، لان في حاجات كتيره بتسبب سقوط الشعر، من ضمنها ممكن يكون كان عنده اسهال او هزال، بغض النظر ممكن تكون في ديدان سببت له هزال، سببت له ضعف وقع شعره. اول حاجه انت هتدي له ايفوماك، مش من يوم وليله الشعر بيمسك، ما هو مش من يوم وليله الشعر بيطلع في ايدك برضه، ده بياخد فتره طويله، هزال شهر ولا حاجه، او لو هو اسهال، عنده اسهال شديد اسبوع اسهال يعمل له سقوط الشعر على طول. كذلك الهزال، الديدان، لو في ديدان فتره طويله سببت له هزال بدون اسهال، فبالتالي بيطلع الشعر. فانت اديت ايفوماك، ما انت ان شاء الله تخلصت من الديدان، فعشان تشوف النتيجه، نتيجه على الاقل اسبوعين، على الاقل اسبوعين ثلاث اسابيع. اما لو عنده اسهال لازم تعالج الاسهال واديله مالتي فيتامين، لو هو الخروف هزيل ضعيف مالتي فيتامين واملاح. وارجع لفيديو اسباب سقوط الشعر في المعز والاغنام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي 10 من المعز بدات اعلفه علفة صنعتها بنفسي، 70 كيلو شعير و30 كيلو تمر حشف بالتدريج، تمام، حتى وصلت 2 كيلو ونص صباحا و2 كيلو ونص مساء، يعني اصبحت بتاكل نص كيلو لكل معزه يعني ماشي، ووضع البرسيم الحجازي مجفف خرطان طول اليوم، تمام. السؤال، المعز الان اصبح يترك العلف، هل بهذا الشكل قد وصل لمرحله الشبع؟ طبعا اكيد كده وصل لمرحله الشبع، طالما بدا يسيب العلف كده وصل لمرحله الشبع. وماذا لو تركت العلف على طول اليوم مثل البرسيم، هل في مشكله ومتى يتم سقي المعز مع انه بدا يولد؟ انت طبعا لو تركت العلف طول اليوم انت خلاص وصلت لمرحله، اصبح الغنم بيسيب المعز، اصبحت بتسيب العلف، يعني كده وصلت لمرحله الشبع، وصلت لمرحله الشبع، يعني لو فتحت العلف باستمرار ما فيش اي مشكله، عادي جدا، بس انا ما بنصحش بيها الطريقه دي، لان العلف بيقعد قدامه كتير، المعز معروف بيحط رجليه في الطواله وبينط وبيشخ فيها، بيبول فيها ويتبرز فيها،
بيزبل فيها. فهتلاقي ال هبقى واضح من كلامك كده انك في ليبيا. خرطان ديت مصطلح ليبي. المهم زي ما قلت لك الماعز يفضل، يعني انا بفضل افضل شيء على وجبتين، وجبة الصبح وجبة بالليل، بحيث حتى لو في اي حاجة تعبانة اي حاجة مريضة ما بتاكلش تبان معاك في هجوم الماعز على العلف وانت بتاكلهم الصبح او انت بتاكلهم بالليل، يبقى انت تعرفها على طول ايه فين التعبان، تعرفه وتعالجه بدري بدري. ومتى يتم؟ فانا بقول لك يعني عادي مفيش مشكله لو حطيت العلف مفتوح قدامهم طالما وصلوا لمرحله الشبع. متى يتم سقي الماعز؟ والله انا عندي بستخدم ميه باستمرار، ميه موجوده باستمرار قدام الغنم. هاي نعم لما كنت في ليبيا هي مره واحده مرتين في اليوم برضه كنت بنسقي، يعني حتى في ليبيا كنا بناخد الميه في الزريبه الصبح وبالليل، صبح اخر النهار، فوجب الميه كانت بتكون موجوده قدامهم باستمرار. مع انه بدا يولد انا مش فاهم ايه تقصد مع انه بدا يولد، انا عادي بالعكس في الولاده بتحتاج ميه كتير، يعني المفروض توفر قدامها الميه عشان تعوض السوائل اللي هتفقدها اثناء الولاده. في حالات الاسهال ايه الافضل، ان الخروف ياكل علف ولا برسيم؟ في حالات الاسهال ايه الافضل، ان الخروف ياكل علف ولا برسيم؟ خدها قاعده، في اسهال بتمتنع عن الاعلاف الخضراء عموما، الاعلاف الخضراء بتمتنع عنها طالما في اسهال، يعني اذا كان برسيم بتاكله اخضر هتمتنع عن البرسيم، بتاكل ذره اخضر او ضروه اخضر هتمتنع عنه، اي حاجه خضراء هتمتنع عنها في حالات الاسهال لانها بتسبب اسهال. الافضل تاكل اتبان مواد ملقه، ولا علف ولا برسيم، ولكن العلف مش هتسيب الحاجه تهزل وتضعف، يعني العلف هتنقص كميه العلف وهتزود الاتبان، يعني انت لو بتخلط على تبن قمح مثلا او تبن شعير هتنقص العلف شويه وتزود التبن، التبن بيمسك البط، او هتزود الماده اذا كانش عندك اتبان او تبن شعير، عرش السوداني، تبن فول، تبن فاصوليا، دريس اللي هو البرسيم المجفف مش البرسيم الطري، مع تخفيض الميه قدر المستطاع. يعني لو في الشتاء ممكن تسقي مره واحده في اليوم لو انت في الشتاء. ده كده بالنسبة للإسهال. السؤال اللي بعده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت الخلطة دي أنا عملتها لجديان أوزان 12 كيلو 15 كيلو وخرفان أوزان 25 كيلو، كنت عاوز رأي حضرتك فيها، وأنا حاسي بنسبة البروتين 18%. 10 كيلو حت فول بلدي و12 كيلو تشيشة و3 كيلو ردة، يعني الوزن كله كام؟ مع الإضافة هل نسبة البروتين توصل 18؟ 10 و12 22 22 23 25 كيلو 25 كيلو، هنحسبها مع بعضينا دلوقت، بس انا تقريبا كده ما توصلش ال 18، يعني تقريبا ما توصلش، لكن انا احسبها لك عشان طبعا الاخ اللي سال اول سؤال اهو، شوف اهو ناس عامله خلطه وبتسال وحسب 18 وعاوز يتاكد، فانا اتاكد معانا 10 كيلو حته فول و12 دشيشه و3 كيلو رده، يعني الوزن الكلي كام؟ 25 كيلو. هنطلع نسبة كل عنصر، 10 على 25 اللي هي 4/10 ضرب نسبة البروتين، هنعتبره حتة فول هنعتبره 25، يبقى بتساوي كده 10% بروتين من الفول، زايد كان فيه 12 كيلو، يعني أنا ممكن أحسبها لك كلها بخطوة واحدة، يعني هتكون كالتالي، 10 على 25 في 25 اللي هي نسبة البروتين، ده 25 الأولانية وزن العلف، 25 التانية دي نسبة البروتين في كسر الفول، زايد طبعا شوف هنا اللي هي 10 الناتجة وتحت 10، زايد كام؟ 12 على 25 في كام؟ البروتين في الذرة 9، زايد 3 كيلو اللي هي الردة على 25 في كام؟ في 15 نسبة البروتين الردة، دي نسبة البروتين فيها مش 18، نسبة البروتين فيها 16%، إلا إذا لو كنت استخدمت ال 28، استنى نشوف لو كنت استخدمت 28، 10 على 25 في 28 اديك 11. ممكن تكون انت حسبت كسر الفول 28،
انت لو حسبت كسر الفول 28 هيديك 18 الا حاجات بسيطه. مظبوط، بس هنا كسر الفول راجع عشان تبقى عارف هو فعلا هتبقى 18 الا حاجه بسيطه، بس لو انت حته الفول كسر نظيف ما فيهوش نسبه قشره عاليه، ما فيهوش تراب، ما فيهوش اي مخلفات، كسر فول يعني فوله متكسره فقط لا غير، متشوشه فقط لا غير. ممكن تبقى نسبه البروتين ان شاء الله 18 باذن الله، العلفه ان شاء الله 100% باذن الله. فالحد الادنى للعلفه بتاعتك يعني 16 ونص، لو افترضنا حته الفول يعني حوالي 25% في نسبه قشره عاليه. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت لو تقدر تفيدنا وتعمل حلقه عن تهجين الاغنام العساف، وايه افضل نعاج رحماني بلدي وسيمي اقدر اشتريها اهجن بيها مع الذكر العساف، ولا هتكون في نتيجه؟ والله انا اتكلمت عنه كتير وقلت المهم المنطقه بتاعتك ايه اللي مرغوب فيها، ومشكله العساف عندنا في الاسواق الذكر ملوش قرون، ما بيتباعش بسهوله، يختلف عن باقي البلدان العربيه، في بلدان عربيه بتفضل الخروف من غير قرون. انا بتكلم احنا في مصر، اسواقنا هنا في اسكندريه في مطروح الخروف البرقي بقرون، الخرفان كلها بتاعتنا بقرون. الخروف البرقي لو طلعت طفره واحد في الالف بيطلع من غير قرون ما بيتباعش كويس، اخوه يتباع ب 1500 ده يتباع ب 1200 عشان ما فيهوش قرون اللي هو هيدخل تسمين، فمالوش سعر. الخروف عندنا اللي من غير قرون مالوش سعر في منطقه، لسه الناس ما بتحب بتفضل، ما فيش حد عندنا بيفضل خروف من غير قرون، خروف ذكر من غير قرون ما حدش بيفضله. فدي مشكلة تهجين العسافة. ما تسألنيش على التهجين، شوف انت منطقتك لو هتشتغل فهجن العساف. معنا بالنسبة لي شايف العساف مع الرحماني يدي ان شاء الله حاجات ممتازة، الاتنين عمالقة، بس الرحماني اللي هي بتاعته كبيرة والعساف مفهوش ليه خالص، فهيديك ليه متوسطة ان شاء الله. والرحماني قرونه ما شاء الله كبيرة، والعساف مفهوش قرون خالص، فلعل هيطلع بنسبة 50% في قرون. مواصفات غنم الأضاحي وطعم اللحم والسساغ، أتمنى حضرتك تفيدني حتى لو برد على التعليق، وياريت لو تدعم برد بسرعة. أنا كده إن شاء الله رضيتك، رضيت لك يعني رضيت عليك قدر المستطاع أن وضحت لك الصورة. أنا بالنسبة لي أفضل الرحمن، أنا مش مجرب، عشان لو مجرب هنقول لك تجربة، ولكن أنا بالنسبة لي أفضل وجهة نظرية، تجربة العملية هي اللي هتأكد أو هتأكد أو هتمنع يعني هتلغي الفكرة بتاعتي. عساف مع رحماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سعيد بأنك كنت في ليبيا، أهلا وسهلا بيك. أكون أسعد لو قلت لي كنت في أي حتة في ليبيا عموما. أنا كنت في الجفرة، الجفرة في ودان، قعدت فيها حوالي 15 سنة. عندي ماعز عربي، هل لو تلقح بجدي قبرصي او حجازي كبير هل في مشكله في حجم الجنين عند الولاده وما بيسببش عسر؟ ما بيسببش ان شاء الله اي عسر باذن الله. وعن تجربه عندي كانت برقيه وكنت معشرها من جدي، الله اكبر، كان 75 كيلو، لسه ما كسرش ولا سنه، عمر سنه، وزنه 75 كيلو على الميزان، وكانت عندي ليه صوره، هو مش قبرصي اصلي، كان خليط قبرصي. ممكن اوريك الصوره بتاعته تقريبا هنا تقريبا، لا في الفيس، تقريبا وين اهو، ده ما شاء الله كان وزنه 75 كيلو لباني، ما كسرش ولا سنه، وكانت عندي معيز عشرت منه ولدت. ولو محتفظ بالصور، والله معلش الفيديو ده ممكن يطول شوية، بس ايه فين عبد الرحمن، ان شاء الله نلاقيها لك. مش عارف هتبقى موجودة للأسف. اهي المعزة دي كانت معشرة منه، معزة برقية اللي هو المعزة العربي عندكم في ليبيا، وهو الجدي معاه، جابت وجابت ذكر وانتهى تبارك الله عليهم، وبدون اي تعصف لده. كانت معايا صوره ليها وهي بتولد، بس للاسف. وكان اهو معايا الجدي كمان، ده خليط حجازي نفس النظام، كان ما شاء الله في معزه عشرت منه وجابت ثلاثه تبارك الله، ومعزه برقيه
هي مالتي تعتبر زي البرق يعني، مش هتفرق ياما، وما شاء الله عليها جابت خلفه الله اكبر يعني بدون اي تعصر في الولاد. قال جدي اهوت صورته عن قرب شويه، فما فيش اي مشكله. المعيز كلها اللي كانت معاه معيز برقي، ما فيش منها اي مشكله. للاسف والله على المعزه بس كانت صورتها وهي والده اهي، دي كمان معزه والدي تعشرت منه، معزه برقيه وجابت ثلاثه ما شاء الله خلفتها تبارك الله عليهم. ده كان لسه عمر يوم تقريبا او عمر يومين دول، فيعني ما فيش اي مشكله، عادي جدا عشر وتولد ما فيش اي مشكله. فين احنا في فيديونا؟ في السؤال اخر سؤال فين؟ ده الاسئله النهارده كتير خالص باين عليه. ايوه السؤال اهو، ان شاء الله كده اكون جاوبتك على السؤال. عادي مفيش اي مشكله، بس تنقي المعزه اللي خشبها عريض كويس. ايش المعزه الرفيعه الهزيله؟ معزه عربي اللي هي المعز البرقي عندنا، تكون معزه خشبها كويس، عظمها كويس، عريضه. ايوه اخ سعود، اسئله الردود يتم من خلالها تجاوز الترتيب في الاسئله، بارك الله فيك. مش فاهم والله طلبك ايه يا اخ سعود، انا ما تجاوزتش، انا بادئ من تحت. اول سؤال اتسال هو اول سؤال بنجاوبه، بنبدا من تحت، دي اول واحد سال، اخر حاجه هي اللي فوق. وطبيعي وانا خلال الاسئله في ناس بتسال اسئله بنلاقيها فوق في الاول، لو بدات من فوق لتحت في اسئله مش هتوصل، مش هتتجاوب عليها. اللي بتسال اثناء اللي بيسال اثناء الرد. السلام عليكم، معكم سعد البرقدي. عندي نعجه عمر سنه مش قادره تقف، ولما تقف بتترنح ولف راسها بناحيه خفيفه، بقالها يوم الدكتور قال نغف واداها حقنه وقال 3 ايام لو ما خفتش اذبح ارجوك ضروري الرد. لو هي النغف في حالات من حالات ممكن يعمل لويه في الراس، يعمل مشكله في الراس في الحركه كده مش طبيعيه، بس طالما بتترقص ده احتمال يكون عندها دوشان اللي هو التهاب في المخ. فهو لو زي ما قال لك الدكتور، لو اداك ابره، اداك ابره ايفوماك، الديدان للنغف اداها ابره، ده ابره ايفوماك. الايفوماك بياخد وقت في الجسم عموما يعني، فتره السحب بتاعته طويله. بس انت لو المعزه لو النعجه بتاكل ما فيش مشكله، اصبر عليها شويه 15 يوم ولا 20 يوم، ما فيش تحسن النعجه هتتبعها وشوف الراس عشان تتاكد من المرض، اكسر الراس نصين وشوف المخ، هتلاقي المخ فيه التهاب عامل زي الميه، في جزء منه ملتهب عامل زي الميه، ده دوشان اللي هو التهاب المخ. لو ما كانتش، لو اداك ابره الايفوماك، ديدان النغف هتطلع، لو ديدان هتطلع وهتتعيد خلال 10 15 يوم. بس الاهم تكون بتاكل، ما بتاكلش نصيحه اذبحها، ما كنتش خليت الدكتور رحقنا، لو سالتني قبل ما الدكتور رحقنا نصيحه، طالما قطعت اكل ولوت راسها ومشيت تتهز، لوت راسها كده معناها هتبدا في مرحله الدوشان، تبدا في مرحله الدوران. فطالما قطعت اكل يبقى ملهاش علاج، انما لو بتاكل استحمل عليها شويه. لو سمعت يا باشمهندس الكميه المطلوبه للتسمين ينفع ياخدوها كلها مره واحده في الصباح مثلا وباقي اليوم دريس او ماده ملا؟ مفيش اي مشكله، عادي ياخدوها مره واحده، بس انا بفضل على وجبتين عشان العلف ما يتزفرش من كتر حط الفم في العلف، لو في حاجه فيها افرازات انفيه ولا حاجه بتزفر العلف ما بتخليش الغنم تاكل العلف كويس، زائد انها تنقل المرض للاغنام الثانيه، فيفضل على وجبتين. لكن عادي لو اديتها وجبه واحده مفيش مشكله. لا سمعت يا باشمهندس، عاوز زرعه للراعي مباشره غير البرسيم الحجازي وتكون مفيده وشكرا. والله ما يحضرنيش انا غير البرسيم الحجازي للاسف، او البلدي يعني بغض النظر، برسيم حجازي او بلدي مش هتفرق، بس انا ده يعتبر افضل حاجه يعتبر عندنا هنا. اذا ممكن هندسة، عايز اعرف ايه انسب تغذيه لامهات المعز طوال العام، يعني بدايه من تجهيزها للعشار واثناء فتره العشر. لا ما تسالنيش على علف معين التغذيه، التغذيه علف، بنتكلم على علف وبس. العلف الاغنام والمعز ليه مليون بديل، بنتكلم على بنذكر فقط لغير نسبه البروتين، نسبه البروتين. يعني في حاله الشهور الاخيره
الحمل في الشهور الاخيره واخر شهرين في الحمل واول شهر في الرضاعه بروتين المفروض ما يقلش عن 15%، يعني بروتين المفروض لا يقل عن 5%. هل عادي لو اكلت 10%؟ لو اكلت شعير بس، مش شعير بس 10 او 11% عادي. المهم علف متوفر مش مشكله، غير الحشائش والمواد الملقه اللي هي مش محصله 2 3 5% بروتين. طبعا الشعير احسن، بس انا بتكلم انت عاوز الافضل يبقى بروتين ما يقلش عن 15% اخر شهرين في الرضاعه واول شهرين، اخر شهرين في الحمل واول شهرين في الرضاعه. اما ما لقيتش ما فيش غير شعير بس متوفر او غله بس اللي هي القمح، ما فيش مشكله، او ذره بس 9% بروتين احسن من الحشائش والمواد الملقه. فكل واحد على قدر استطاعته، ما هواش قانون ثابت، بس انا بذكرك بنسبه البروتين كافضليه. لا والله انا مش متوفر معايا غير الذره بس، انا بنرعى طول السنه بس بنيجي مثلا في الاربع شهور دول بندي ذره، ما فيش مشكله، احسن من ما فيش، احسن من الرعي على المواد الملقه فقط لا غير. يعني تاكل قد ايه علف وقد ايه مواد ملقه؟ لا المواد الملقه انا بذكرهاش، المواد الملقه حد الشبع، المواد الملقه لحد الشبع، انما الاعلاف ممكن على حسب حجم المعزه وزن المعزه، ممكن في الاربع شهور دول تديها 3% من وزنها في خلال الاربع شهور دول، 3% يعني لو المعزه وزنها 50 كيلو اديها كيلو ونص علف في اليوم في الاربع شهور دول، من كيلو لكيلو ونص، يعني 2% يا 3% من وزنها في خلال الاربع شهور دول. بعد كده بتنزلها وممكن تشيلها خالص تدريجي طبعا، وتعتمد على المراعي مفيش اي مشكله، او المواد الملقه فقط في خلال هي تكون فاضيه في الوقت اللي هي بتكون فيه فاضية. لو سمعت يا باشمهندس انا متوفر عندي برسيم الحجازي بكمية، عاوز اسم علف جاهز، والله للأسف انا ما بستخدمش اي اعلاف جاهزة. 4 كيلو شيشة ذرة مع كيلو كسب صويا مع كيلو رد خشنة زاد كده العلفة موزونة. 4 كيلو 5 كيلو يبقى كده 6 كيلو كلها، 6 كيلو حاطط منهم كيلو كسب صويا، يعني حاطط اقل من 20%. ماشي مفيش مشكله، العلفه ان شاء الله تمام، بس يعني انت حاطط كده 4 6، يعني حاطط 30 66، حاطط حوالي 66% ذره. ماشي على العموم مفيش مشكله، بس لو انت عاوز تسمين اسرع خفض نص كيلو من الدشيشه وحط نص كيلو ده حطه في كسب الصويا، يعني تصبح 3 كيلو ونص شيشه لو عاوز تسمين اسرع. يعني العلفه موزونه كويس ان شاء الله، بس لو عاوز تسمين اسرع خفض من الدشيشه نص كيلو وحطه بداله كسب صويا، وحط بداله كسب صويا، وممكن تشيل نص كيلو كمان من الدشيشه وتحط بداله رده، يصبح 3 كيلو شيشه وكيلو ونص صويا وكيلو ونص رده. هتبقى دي بروتينها عالي لو الاحجام صغيره عندك، يعني محتاج تسمين صغير اقل من 20 كيلو ولا حاجه. اما لو هي امهات فلا، العلفه زي ما انت كده تمام التمام، او لو تسمين اوزان تلاتينات مثلا العلفه كده تمام برضك ان شاء الله، بس ممكن تشيل نص كيلو من الدشيشه وتحطه في الرده لو الاغنام بتاعتك بلدي، الغنم البلدي بس بيرمي دهنة فزود له في النخاله شويه في الرده عشان نحاول قدر المستطاع تخف من الدهنة اللي بيعملها. الايفوماك بعد ما اعطيه الماعز ظلت لمده دقيقتين تصرخ وتصوت وتقعد على الارض وتقوم تقف، طبيعي في ده ردة فعل بتاع الايفوماك، بس مش معنى كده ان الابره، فهل ده معناه ان الايفوماك اللي استعملته مش مغشوش ولا كده انا حنت غلط؟ لا معناه انه مش مغشوش ولا معناه انك حنت غلط، لا هي في حساسيه شويه في غنم، في ماعز او غنم، او بتاخد الابره بنفس العبوه تدي الغنمه او تدي المعزه تلاقيها بتهيج وبتتنطط وتصوت دقيقتين 3 5 دقايق وترجع تاني طبيعيه، وفي نفس الدواء اللي بتستخدمه نفس اليوم وتحيي الغنمه تاني ما بيحصلش اي رد فعل، ونفس الجرعه تديها، فهي بتبقى قابليه شويه للايه، يعني الحساسيه تحسس من معزه لمعزه بس، فما فيش منه اي مشكله، لا معناه ان هو مش مغشوش ولا معناه ان انت حنت غلط، هو طبيعي بيبقى الابره تقيله شويه في بعض الغنم بتتحسس منه. هل الايفوماك يعالج القمل؟ المفروض طبعا ان هو بيعالج القمل، ان هو من ضمن الطفيليات الخارجيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت عندي خروفه ولدت بقى لها شهر، فكنت عايز اقصها دلوقتي عشان تعشر، هل عادي اقص دلوقتي ام لا؟ وهل هياثر عليها عشان البرد ولا الخرفان ما ياثرش معاها؟ طالما طرح بقى هتوديها تعشر ما تقصهاش.
لانك معنى كده ان انت ما بتعلفهاش. القص فقط لغير في حالة النعجة او الخروف بيعرق، احنا في الشتاء دلوقت، خلي الصوف العلام ده فيها، فانت رحت وديت 10 وروح اديها المراعي، خلي الصوف ما تقصهاش. القص امتى؟ القص لما تعرق، العلامة الوحيدة اول انك ضرورة قص العرق. الغنم الجدي او خروف او لا مش جدي قصدي الغنم يعني النعجة او الخروف تعرق تبقى عاوزة تتقص، تعرق تبقى عاوزة تتقص حتى لو كان في شهر واحد. بس طبعا ما انصحكش لو انت هتقص وبعد كده تروح توديها المراعي، لا انا بتكلم انك تقص وهي بتتعلف، يعني عمالة تتعلف كمان، العلف بيدفيها بيسخنها. بس بما انك راح تودي 10 ما تقصهاش، سيبها، سيب الصوف مدفيها. ما هو الفرق بين اكل الصوف وتساقط الصوف، وهل الاسباب نفسها والعلاج كذلك نفسه ام يوجد فرق بينهما؟ اكل الصوف، الخروف اللي بياكل الصوف عنده نقص املاح، عنده نقص املاح او سوء تغذيه، او الخروف اصبحت عاده، كان عنده نقص املاح وتعود انه بياكله عادي، لو رجعت له حتى تلاقيه عمال ياكل، انقلبت لعاده. فالعلاج انك تعلق، تحط قوالب اللحس، قوالب اللحس ليه؟ قوالب الاملاح، تحطها او تعلقها في الزريبه او تحطها في المعالف، بحيث الغنم اللي عندها نقص املاح تلحس في قوالب اللحس، وتضيف الفيتامينات والاملاح بتاعتك على الاعلاف اللي هو البريميكس. اما تساقط الصوف فده ليه اسباب كتير، ارجع لفيديو في القناه اسمه اسباب تساقط الشعر والصوف في الاغناء، وليه العلاج وليه كل حاجه ان شاء الله في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، خلطه علف 1000 كيلو مكونه من ذره وصويا ونخاله وكسر فول، احط ايه كمان بالنسبه للملح وغيره؟ هتحط بالنسبه انت ذره وصويا ونخاله وكسر فول، احط ايه كمان بالنسبه للملح وغيره؟ هتحط على الطن 3 كيلو بريميكس، الكيس عباره عن 3 كيلو كيس بريميكس 3 كيلو، وممكن تحط لو الخميره من اللي هي ام 6 جنيه او 8 جنيه ممكن تحط 3-4 كيلو على الطن، او لو 10 جنيه ممكن تحط 3 كيلو، لان في تركيز يعني في انواع شركات تحط مثلا اللي هي خميره العلف 3 كيلو. وبالنسبه لبودره البلاط اللي هو كربونات الكالسيوم، انا مش عارف انت النوع ايه هو اللي هتستخدمه، هتسمن ايه ولا امهات، هتحط النسبه اللي هي مفيش مشكله مع اي حاجه، اللي هي 5 كيلو، 5 كيلو على ال 1000 كيلو، 5 كيلو بودره بلاط. ولو طبعا الغنم لسه بتسمنها على اول في البداية، يبقى تحط بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربونات بمعدل 10 كيلو على الطن. بس طبعا مش الطن هيستخدم معك فترة، لو هيقعد معك فترة خد الفترة اللي تمشيك أول شهر وحط عليها بمعدل لأول شهر بس بمعدل كيلو لكل 100 كيلو، أو يعني خليك في الأمان نص كيلو لكل 100 كيلو، نص كيلو لكل 100 كيلو علف اول شهر. اقل وزن خروف ممكن يدخل تسمين، ممكن تدخل 10-11 كيلو، انا دخلت 11 كيلو 12 كيلو 15 كيلو، طلعت غنم ما شاء الله عليها، بس كانت خرفان كويسة، خدتها مباشرة من ورا امها، ما مرتش بمرحلة البهدلة والضعف، مباشرة انا خدتها من الغنام وهي بترعى ورا امها، خدتها مباشرة، كان وزنه على الميزان 11 كيلو 12 كيلو، وما شاء الله طلعتهم سبعينات وثمانينات ما شاء الله عليهم. بس ما انصحش طالما فيش خبرة، ما انصحكش، في خبرة اشتري، بس اشتري من وراء امه مباشرة، ما تخدوش واحد خده وبهدله وطينه وعسايبه في المراعي وما شبعش لبن ولا في علف، وتلاقي الخروف خلاص كده يطلع سردة مش هيكبر معاك. لكن في خبرة اشتري، ما فيش مشكلة، ما فيش خبرة اقل حاجة تشتريها 20 كيلو، 20 كيلو 18 كيلو كحد ادنى. علف مكون من 100 كيلو تبن حجازي، 400 كيلو ذره صفراء، 250 كيلو كسر فول، 250 كيلو نخاله، نسبه البروتين 15.5. هل العلفه دي تمام لتسمين الخرفان؟ نسبه البروتين 15.5 100% ان شاء الله، مفيش منها مشكله، ومكوناتها ان شاء الله كويسه، ذره وكسر فول ونخاله وتبن حجازي ان شاء الله 100% مفيش منها اي مشكله ان شاء الله باذن الله. العلفة ان شاء الله تمام، بس لو الاغنام صغيرة عشان تسهل برضك اقل وزن تدخله، لو الاوزان اقل من 20 هتزود البروتين شوية، لو الاوزان اقل، لو الاوزان صغيرة لو انت تدخل هي 12 كيلو 13 كيلو لا محتاج البروتين ترفعه على الاقل تخليه 18%.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الرحمن، أستطيع أن أسألك عن الأبقار وأعلافها وبعض الأمور عنها في الفيديوهات القادمة؟ شكرا. ما فيش أي مشكلة، عندي خلفية برضك الحمد لله عن الأبقار لأن كانت عندي. اسأل السؤال اللي هنعرفه إن شاء الله هنجاوبك عليه، ما فيش أي مشكلة بإذن الله. حط سؤالك في الفيديو ده إن شاء الله وما فيش أي مشكلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله، إذا عندي خروف زي عنتر وأعطيه حليب بقري مجفف، كم أحط في العلبة زي اللي عندك؟ وشكرا أخي، صراحة نستفيد منك كتير، الله يبارك فيك. أنا ما استخدمش بودرة، استخدم لبن بقري، لبن بقري كامل الدسم، بمعنى أنا بديله ربع كيلو، ربع كيلو في الوجبة، الرضاعة دي ربع كيلو بديله. طبعا لو هو مش متعود عليها واحدة واحدة، ممكن ما تمليهاش، ممكن تدي الربع كيلو ده تخليها تلات ارباعها والباقي تزوده مية وبعد كده تحطها لبن، مفيش مشكلة. بس انت بتسأل على لبن البودرة المجفف، حط قد ايه المجفف؟ العلبة بتلاقي مكتوب عليها للحصول على يعني بيتحط كمية بودرة قد ايه على لتر المية عشان تعمل كيلو لبن كامل الدسم، فانت تقراها من على العبوة بيتحط قد ايه، لان انا بستخدموش ومعرفش تحط قد ايه، بس انت كل عبوة بيكون مكتوب عليها. تحط مثلا 5 معالق كبار، 6 معالق بيبقى مع العيار مكتوب على العبوة للحصول على لتر ماء، لتر حليب كامل الدسم. فانت تحط، ولو زودت نص معلقة تاني مفيش مشكلة في البداية. ممكن انت لو هو مثلا 5 معالق كبار ممكن تحط 4 معالق بحيث تقلل الدسم شوية لو هو مش متعود عليه، وبعد كده ممكن بدل 5 تحط 6، بس انت اقرا على العبوة المفروض هتعرف كام معلقة، لان انا مستخدمتوش وما اعرفش والله بتحط كام معلقة او الكمية بالوزن حتى قد ايه مش عارف. عندي خروف عمره اسبوع كان بصحة جيدة واصبح ميت، ما السبب؟ والله خروف عمره اسبوع، يعني في الماعز في مرض اسمه الموت المفاجئ بيجيها، بيموت عادي من يوم وليلة. اما خروف ما مرتش عليها قبل كده، بس هو ممكن يكون حاجة خبطته، حاجة دست عليه، ما اعتقدش انه هيطلع بره كده يعني. راجع الزريبة بتاعتك وان شاء الله مش هتطلع بره كده يعني، ما يكونش مرض بإذن الله طالما كان كويس وبصحة كويسة بالليل. ايه علامات الشياع لدى المعز وهل وجود جدي بيحفز الشياع؟ علامات الشياع، المعزة الحية بتاعها بينتفخ من ورا وبتنزل افرازات شفافة، افرازات كده تلاقيها زي عاملة زي الخط لزجة، افرازات شفافة مش بيضة، بعد ما بتنضرب من الجدي تعشر من الجدي بعدها بيومين كده بتنزل افرازات بيضة زي اللبن تقيلة، دي ده التنظيف. اما وهي صرفة بتنزل افرازات شفافة، الحياة بيكون احمر منفوخ وبتنزل افرازات شفافة لزجة. وهل وجود جدي بيحفز الشع؟ اكيد طبعا وجود الجدي بيحفز 100%. بعد اذنك هندسه، عند البقره العظمتين اللي ورا في ظهرها كانت سليمه، لقيت عظمه سقطت عن التانية مش عارف ازاي، بس عادي بتاكل وكل حاجه طبيعيه. دي ممكن تكون اتزحلقت منك، وقعت خبطت في الطواله، خبطت في حيط، العظمه اتكسرت. ممكن تكون بس كده، لو اتكسرت اما هتسبب لها مضاعفات، المفروض مكانها هيورم، اصلها دي عظمه الحوض، العظمتين اللي ورا دول عظمتين الحوض. في بتبقى مولوده كده طبيعي، وده بيعيبها. ناس بتنزل من بينزل من سعرها، يقول لك البقره فيها ريشه، اذا كانت في الريش او فيها التاني بيسموها ايه، حكفه حاجه زي كده نسيت اسمها والله. المهم يعني اللي هي العظمتين الحوض دول اللي بارزين، فهي ممكن تكون اتخبطت منك، لو لقيت مكانها خدش ولا خربوش ولا حاجه ممكن تكون اتخبطت واتكسرت. انما هي بتكون هي مولوده بيها، مولوده كده وبتكبر بيه كده، واحده بارزه واحده لا، او تكون اتخبطت منك، واذا اتخبطت منك المفروض ان مكانها هيورم لان ده يعتبر كسر في الحوض، فشوفها وتابعها، انما ما تختفيش كده مره واحده ابدا. دوس على مكان العظمة اللي دخلت تشوفها بتتوجع ولا لا، تشوفها بتتوجع ولا لا. المكان اللي دخل دوس عليه، لو بتتوجع بدأ كسر اديها مضاد التهابات ضروري عشان الجرح ما يلتهبش، الكسر ما يلتهبش ويورم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جعلك الله رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أمين وإياكم يا أخي.
بالفردوس الأعلى وجزاك الله خير. عندي أسئلة، كيف يتم تطهير المزرعة ومتى؟ كيف يتم، إن شاء الله ده آخر سؤال، كيف يتم تطهير المزرعة ومتى؟ تطهير المزرعة لو الأرض خرسانة، لو الأرض خرسانية بيتم كحتها بالكامل تطهيرها. طبعا في مطهرات كتير، لو استخدم مطهرات بتاعت الدواجن فورمالين كفاية، ما بنستخدمش مطهرات في الأغنام جامدة زي الدواجن، لا لا الحمد لله الأغنام مش زي الدواجن، مش حساسة زي الدواجن. لو الأرض خرسانية بيتم كحتها، وإما بتجيب جيركن فورمالين 4 لتر مش عارف ب 50 جنيه ولا بكام، مش غالي يعني تقريبا، جيركن فورمالين وبتخففه وبترش المكان بالكامل حيطان وأرضيات وكله. وإما ده بالنسبة ده مطهر فيروسات، يعتبر مطهر فيروسي اللي هو الفورمالين ده من ناحية البكتيريا. أما تيجي من ناحية الحشرات، من ناحية الحشرات زي حشرة الجرب مثلا أو البراغيث أو الجراد، ده بتجيب اللي هو البيوتوكس، أو ممكن تجيب جاز اللي هو السولر، سولر بتاع العربيات، أو بيوتوكس بيطري وتحله في مية وترش بيه، أو ترش بجاز، وأنا بفضل الجاز الصراحة اللي هو السولر، ده مفعوله ممتاز يعني، القضاء على البراغيت والجراد ممتاز ممتاز ممتاز، وترش بيه وبالذات في الشقوق، في الأماكن في الطوب إذا كانت الحيطة مش متمحرة مش متليسة، ما بين الشقوق تركز ان هي ده الاماكن اللي بتختبئ فيها الحشرات بالذات حشرة الجراد. فده مطهر، قلنا مطهر بكتيري الفيروسات اللي هو الفورمالين، ومطهر تاني اللي هو للحشرات اللي هو سواء الجاز او البيوتوكس، اي مبيد حشري. وفي مبيدات حشرية لو المزرعة فاضية، في مبيدات حشرية ممتازة بتجيبها من عند بتوع المبيدات الحشرية بتوع الأراضي، مبيدات الزراعية، مبيدات الزراعية، مبيد قول عاوز مبيد حشري، ده مفعول ممتاز من غير ما تجيب جاز، بس خلي بالك عشان هو سام حتى على البني أدمين يعني، وانت بترشه ترشه وتقفل المكان ان شاء الله مش هتلاقي اي حشرة، لا فار ولا صرصار ولا عنكبوت ولا جراد ولا براغيت ولا اي حشرة ان شاء الله مش هتلاقيها. ده من ناحية لو تطير الأرض خرسانة. الأرض ترابية بتكرتها شوية يعني، بتشيل منها زي 10 سنتي، بتلم العشر سنتي اللي من فوق الأولانيين وتطلعهم وترش برضك الأرضية نفس المطهرات، وممكن تفرش فرشة نظيفة تاني بعديها، وممكن لو الأرض ترابية برضك تفرش الجير من ناحية تطير الأرضية، جير بتفرش جير وتفرش عليه الطبقة الترابية النظيفة التانية، أو لو الأرض خرسانة برضك ممكن تفرش جير. وانت لو طهرت بالفورمالين والمبيد الحشري مش محتاجة في فكرة ترش جير، بس بنقوله لو ما طهرتش كده ممكن ترش جير بعد ما نضفت الأرضية وتفرش عليها القش أو النشارة أو الفرشة اللي هتعملها أو التراب، ومفيش أي مشكلة ما انت كده طهرت الأرضية. سمعت ان الجير الحي يستخدم لكن لا أعرف كيف. لو هتستخدم جير حي، بعد ما تكنس الأرضية تلم، إذا كانت ترابية تفرد تلم الفرشة 10 سنتي أو خرسانية تلم الفرشة اللي عليها تكحتها كلها وتسيقها بمية. الجير الحي بتحطه هو عبارة عن صخر بيجي بتكسره حتت صغيرة وبتفرشه في الأرضية، وبيتم تطفيته بمية، بتطفيه بالمية، ترش عليه مية فقط لا غير. رش المية ده يعتبر بتطفي الجير، بيتحول من جير حي إلى جير مطفي، بينتج عنده حرارة جامدة بتقضي على الميكروبات والبكتيريا في الأرضية، مطهر ممتاز. ولكن الفورمالين مطهر ممتاز برضك، فيعني ما عندك الفورمالين مفيش اي مشكلة. هل يتم عمل استحمام للخراف بشكل دوري، وكيف يغسل الخروف في حال وجود الجراد او البراغيت؟ استحمام الخروف باستمرار؟ لا بس مش باستمرار، هو ممكن تستحميه في الصيف فقط لا غير، في الاوقات الحارة الخروف بيعلف كويس وعلف تقيل، طبعا بيتم قص الاغنام قص الصوف، وبيتم عمل حمام، عمل الحمام ده ميزته اتنين، بيلطف عليه وبينزل الوساخة اللي عليه العرق والطينة، وفي نفس الوقت بيكون بتستفيد منه، بتعملش حمام مية بيضة، بتعمل حمام بمبيد حشري، حمام مثلا مع البيوتوكس اللي هو المبيد الحشري، وبيتم تغطيس الغنم منها، الخروف بينضف، العرق اللي عليه والريحة اللي عليه بتنزل وتطلع صفته نظيفة ويفوق الخروف، ومنها طبعا ده بعد القص الصوف، ومنها بيقضي على اي براغيث او جراد في الجسم.
يعني بيقوم تضرب عصفورين بحجر. وكيف يتم غسله؟ بتسقطه، بتغطسه، بتجيب مثلا حوض، لو عامل حوض مثلا متر في متر وارتفاعه مثلا 70-80 سنتي، بتملاه وبتنزل فيه الخروف ما عدا راسه، كل جسمه بيغطس ما عدا الراس، ما عدا راسه، كل جسمه ما عدا راسه، بتاخد شويه وتنزلهم من فوق ما بين قرونه كده، يعني تدعك بيهم، تدعك له المنطقه ما بين القرون. هل يتم استعمال السؤال اللي بعده، هل البرميكس مصنوع من مواد طبيعيه ام بكيماويات، وهل لابد من استخدامه؟ البرميكس عباره عن فيتامينات واملاح، في منها طبيعي وفي منها صناعي زي الادويه البشريه، يعني مش قصه، ما الادويه كلها تعتبر كيماوي يعني مش ادويه طبيعيه، ولكن استخدامه مش اكيد، مش ضروري 100%، مش ضروري 100% لو انت بتستخدم مواد خضراء غنيه بالفيتامينات والاملاح، اعلاف خضراء، فلو بتستخدم برسيم مع العلف ما بستخدمش اي برميكس على الاعلاف. وهل لابد من استخدامه؟ قلت لك مش لابد من استخدامه، بصراحه خاف اني استخدمه فيأثر على طعم اللحم، لا مفيش اي تاثير على الطعم، دي فيتامينات واملاح وليست مضادات حيويه، فيتامينات واملاح يعني ملهاش فتره سحب. هل يجب فرم العلف عند اعطائه للاغنام الصغيره اوزان 20 كيلو، هل اعطي حبوب كامنه من الفول والذره عادي ولا لازم اجرشها؟ لا، الجرش افضل، الجرش افضل من ناحيه الفول، الغنم مش هتاكله وهو سليم، وبالذات لو هي اوزان 20 كمان هيبقى صعب عليها، والذره ممكن تاكلها حب، بس انا افضل الجرش لسرعه الهضم، جرش الفول وجرش الذره الافضل تجرشهم عشان سهوله الهضم داخل الكرش، عشان ما فيش حاجه تنزل منهم في الفضلات، سرعه الهضم بتتم اسرع في حاله الجرش. ان شاء الله كده كده ان شاء الله اسال فيديو النهارده خلص، معلش اطول شويه بس يلا، كل واحد عارف سؤاله مكانه فين يفتح، مش لازم تسمع الفيديو بالكامل، اللي مش عايز يسمع الفيديو يشوف الجزئيه بتاعته فين في الاول في الاخير، هيلاقي الاجابه بتاعته ان شاء الله يسمعها. واي حد عنده سؤال اتفضل اكتبه اسفل الفيديو في تعليق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.